وفي إطار الحملات التفتيشية التي تنفذها اللجان المعنية بمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية في الأسواق، ننتقل إلى منطقة صبحان حيث يتابع من هناك مراسلنا نواف الشراكي حملة تفتيشية ميدانية بأحد الأسواق الموازية. نواف، الآن كيف تسير الأمور هناك في هذه الأسواق وفي جملة الحملات التفتيشية المقامة في كل مكان؟ مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل هذه الأسواق؟ مدى الثقافة الموجودة عند المواطنين والمقيمين ونحن إن شاء الله في نهاية الطريق للقضاء على هذه الجائحة؟ نواف، مساء الخير يوسف، ومساء الخير لكل من يشاهدنا الآن عبر نشرة الأخبار في تلفزيون دولة الكويت. مثل ما تفضلت، نحن الآن متواجدون في أحد الأسواق الموازية في أسواق الجرين في منطقة صبحان، وحيث تقوم يعني جولات مستمرة وحقيقة، وهذه جهود يشكرون عليه في الأخوة في بلدية الكويت للجنة الرئيسية لمتابعة تطبيق الإشتراطات الصحية في بلدية الكويت وحول مدى الالتزام لدى الناس. ولله الحمد يعني قاعد نشوف من خلال إحنا جولتنا أيضا مع بلدية الكويت الكل ملتزم في تطبيق الاشتراطات الصحية، وحتى من خلال الزوار أو حتى من إدارة مجمعات أو الأسواق الموازية في مسألة تطبيق الاشتراطات الصحية، من لبس الكمامات، أخذ الحرارة عند المداخل وما شابه ذلك أيضا. ولكن حتى نعطي للمشاهد صورة أقرب حول ما هو الدور المنوط من خلال اللجنة الرئيسية لمتابعة الاشتراطات الصحية في بلدية الكويت، سعدنا نكون معنا الآن المهندس فهد المليحان، وهو عضو اللجنة الرئيسية لمتابعة الاشتراطات الصحية في بلدية الكويت. مهندس فهد، يعطيكم العافية وقواكم الله. السؤال الذي دائما يعني يسألون فيه الناس، ما هو دور أو عمل اللجنة الرئيسية لمتابعة الاشتراطات الصحية في بلدية الكويت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد إصدار القرارات من اللجنة العليا لمتابعة الاشتراطات الصحية التابعة لمجلس الوزراء الموقر، وحسب الاشتراطات اللجان الصحية السلطات الصحية، نقوم بعمل حملة توعوية للتأكد من فهم القرارات بشكل جيد من خلال وسائل الإعلام وزارة الإعلام، وأيضا توزيع بوسترات إعلامية أو بوسترات للمجمعات والأسواق التجارية، وبعدها تستأنف عملية بدء الجولات من مراكز المتواجدة في محافظة مبارك الكبير بعمل جولات ميدانية وعمل تنبيهات للمحلات المخالفة للاشتراطات الصحية. بعدها تتسلسل العملية في جولات أخرى للتأكد من الإحصائية بالمحلات التي خالفت الاشتراطات الصحية، هل التزمت؟ وفي حال عدم التزامها نقوم بعمل محضر مخالفة للمحل المخالف، وتتكرر العملية، وفي حال تكرار المخالفة نقوم بعمل محضر إغلاق للمحل المخالف. وبالنسبة للشروط اللي نركز عليها هي أولا عدم دخول غير المحصنين، التزام بارتداء الكمام، أخذ قياس درجة الحرارة عند الدخول، أيضا في حالات الازدحام نقوم بعمل إغلاق مؤقت من ناحية البيبان، فإذا احتاجنا نغلق باب أو بابين فنبدأ نسوي في عملية كنترول على الدخول بحيث أن يخف الازدحام وتمشي العملية بشكل متسلسل. وأيضا الغير محصنين فقط يسمح لهم في الدخول في الصيدليات والأسواق الجمعيات التعاونية والصيدليات والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومنافذ التسوق التمويني فقط لغير المحصنين. المهندس فهد المليحان، كل الشكر لكم على جهودكم هذه اللي تقومون فيها، وهذا شيء ليس بغريب على بلدية الكويت، واحنا ايضا ان شاء الله متابعين معكم في تلفزيون الكويت في كل ما يستجد حول هذا الموضوع. شكرا لك يوسف. مثل ما تفضل المهندس فهد المليحان، وهو عضو اللجنة الرئيسية لمتابعة الاشتراطات الصحية في بلدية الكويت، حول ما هو الدور الرئيسي لهذه اللجنة في عملية متابعة وتطبيق الاشتراطات الصحية في المجمعات التجارية او حتى المحلات التجارية وحتى الاسواق الموازية. نعم، شكرا نواف، ونتمنى إن شاء الله من الجميع مواصلة الالتزام بالاشتراطات الصحية إن شاء الله ضمانا للصحة العامة والمناعة المجتمعية. شكرا نواف.